هشام البكور من بطل تحدي القراءة العربي للعام 2022، صاحب اللقب الغالي من بين أكثر من 22 مليون طالب وطالبة. هي هشام البكور. هشام بطلة سوريا، صح؟ صح. ولا أنا غلطان؟ لا صح. أنت عرفتي شو سويتي؟ إيه؟ أنت عملتي ضجة في الوطن. شكرا. الفيديو اللي كان مع أخوي منذر، شفتي الفيديو؟ شفتي شو عامل في السوشيال ميديا؟ يعني إن شاء الله أنت بتكوني البطلة؟ إن شاء الله. ما شاء الله عليك يا هشام، الله يحفظك، والله يبارك فيك، والله يوفقك. هشام أنت يوم تكبرين شو بتكونين إن شاء الله؟ وأنا في هذا العمر لا أستطيع تحديد ماذا سأكون في المستقبل. أنا أسعى وأطمح وأجتهد لأترك بصمة، أترك أثر، أطمح أن أكون شخصية ناجحة نافعة، أصنع شيئا جديدا في حياتي، أنفع عائلتي وأصدقائي، أقدم شيئا لوطني. أنا لا أريد أن أكون شخصية عادية، أريد أن أكون شخصية متميزة بأخلاقي وبقلبي الكبير. نحن الأطفال دائما صورة مشرقة مبهرة. صحيحا أن بلدنا عاشت الحرب وعانينا الكثير من الصعوبات، ورغم ذلك يجب أن نترك أثر جميل. يا سلام، وانت تركتي اثر جميل في قلوبنا كلنا يا هشام، ومميزه من الحين ما شاء الله عليك، الله يبارك فيك ويحفظك ان شاء الله، ونشوفك في اعلى المناصب يا رب، ونشوفك على منصه التتويج وتكونين البطله يا رب. انا اصوت لك من الحين. شكرا، الله يحفظك.